بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. كثير ما يسأل الإنسان: ماذا أحتاج حتى أكون ناجحا في حياتي؟ شباب، فتيات، إخوة، أخوات، مقبلون على الزواج، مقبلون على العمل، سؤالهم الساخن أو سؤالهم الأساسي: ماذا أحتاج حتى أكون ناجح في حياتي؟ في واقع الأمر إخواني الكرام، الكثير يتصور على أنه وجود الشهادة أو الدراسة أو أنه عنده وجاهة اجتماعية أو عنده جماعة تدعمه، هذه أسباب النجاح. هذه في واقع الحال لا أسميها أسباب نجاح، وإنما عوامل تساعد على النجاح، ولكن الأمور الأساسية والقضايا الأساسية التي يحتاجها الإنسان أن ينجح في الحياة ما هي؟ لما أتكلم عن الحياة ما أتكلم عن الحياة حسب تعبيرنا المادية، الحياة بشرط الدين، الحياة بشرط الالتزام، وإلا شوفوا الناس الآن بخبثهم وبشيطنتهم وبعلاقاتهم وبتزويراتهم يحصلون على أموال وعلى مناصب وعلى فرص. أنا لا أتكلم عن هؤلاء في الواقع شياطين بلباس الإنسان، شياطين بشكل البشر. أنا أتكلم عن الإنسان المتدين. الإنسان المتدين ما هي الأمور التي يحتاجها حتى ينجح في حياته؟ الإمام الجواد روحي فداه، الإمام محمد ابن علي الجواد، ويسمى بالإمام محمد التقي صلوات الله وسلامه عليه، عنده كلمات إنصافا أنا أعتقدها كلمات جوهرية، ككلمات أجداده، ككلمات علي، ككلمات الحسن والحسين والصادق والباقر والأئمة الأطهار، كلمات الأئمة، أئمة الكلام إنصافا، كلمات المعصومين تفتح أفق كبير للإنسان، شلون يفكر، شلون يعمل، شلون يبدأ حياته. الأئمة ما تركوا جانبا من جوانب الحياة إلا وتعرضوا إليها، يعني تكلموا في كل جوانب الحياة الإنسان اللي يحتاجها، في الجانب الاقتصادي، في الجانب النفسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب العلمي، في الجانب ما أدري العاطفي، في الجانب اللذة والطعام والأكل والملبس، كل شيء. تحدث الأئمة صلى الله عليهم بكل هذه الجوانب. الإمام الجواد صلى الله عليه عنده رواية كلش قصيرة ولكن عميقة، عميقة وتضرب على وتر حساس وأساسي، والوتر هو هذا: ماذا أحتاج حتى أنجح في حياتي؟ الإمام يشير إلى ثلاث عوامل مهمة. إذا الإنسان توجه إلى العوامل الثلاثة وحاول أن يوفر العوامل الثلاثة بشخصيته، وقدر أنه
أن يتعب أو يتعب نفسه في أن يحصل على هالأمور الثلاثة، أعتقد ناجح، ناجح هم بالدنيا هم بالآخرة. قد بعض الإخوة الآن منتظرين يقول سيدنا قل لنا ماذا قال الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه حتى نفهم شنو اللي يشير إليه. الإمام يشير إلى أمور ثلاثة مهمة، يقول أول عامل يحتاج الإنسان حتى ينجح بحياته هو التوفيق من الله. إذا ماكو توفيق من الله، إذا رب العالمين ما يوفق الإنسان، هذا على حال خلي يغسل إيده واقع، يعني كما في بعض الروايات أن الإمام يقول لله أن يا ربي لو وكلتني إلى نفسي هلكت. يعني شنو لو وكلتني إلى نفسي هلكت؟ يعني لو تركتني، لو ما درت لي بال، لو ما وفقتني، لو ما انظرت إلي نظرة رحمة ورأفة، ترى أنا أتيه يا ربي، أنا أتيه. مثل إنسان اللي يعيش على الأكسجين، إذا شالوا عنه هذه القنينة أو شالوا عنه هذا الأكسجين يختنق يموت. نحن كمتدينين إذا أردنا أن ننجح لابد من التوفيق الإلهي. وأنا شفت وأنتم شفتوا حياتكم، شايفين أشخاص كل شيء عنده بس فاشل، عنده علم وعنده شخصية وعنده فلوس وعنده حسب تعبيرنا إمكانيات خطابية، بس ما حد يسمعه، ما حد يتأثر به، ما حد يحبه. ليش؟ أليست لديه إمكانيات النجاح؟ أقول نعم، العلم والخطابة والمقبولية والمال والوجاهة كل عدة، بس ليش فاشل؟ لأن الله ما يعينه، الله ما موفقه. شنو يعني الله يوفقه؟ يعني رب العالمين يدير باله عليه، أن الله يدير باله عليه، كما في بعض الروايات أن اللهم هكذا، اللهم انظر إلي، انظر إلي. شوف النظر الإلهي، نظرة الرحيم، النظر الإلهي، وأن تكون تحت النظر الإلهي هو هذا مهم، هو هذا مهم. لذلك شو يقول الإمام؟ ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا تعوفني يا ربي، لا تخليني أنا أتكل على إمكانياتي وقدراتي وبعدين أطغى وبعدين أغتر، بعدين يأخذني العجب، العجب والغرور يسقط الإنسان. احنا شفنا بعض المسؤولين أخذوا مناصب بس مولانا نسوا نفسهم، قال أنا وأنا 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 وأنا، راح سقط، راح جاء، ما حد يسلم عليه. التوفيق الإلهي واحد يقول شلون أحصل عليه، وهذا بحث طويل إخواني، بس أنا في خلال 10 دقائق لازم أبين هالقضايا بسرعة. التوفيق الإلهي يحتاج مثل الأرض اللي أريد أزرعها، هاي الأرض اللي أريد أزرعها يحتاج أخذ الملوحة من عندها، يعني أطلع الملوحة وأخلي لها سماد وأنظفها من الشوائب والتراب نقي، تراب نقي، حتى أقدر أزرع زراعة جيدة. كما أن الأرض تحتاج إلى استصلاح حتى تنزرع فيها الخضار والثمار، كذلك نفس الإنسان. التوفيق الإلهي، التوفيق الإلهي يحتاج إلى بر والدين، اللي ما يبر والدينه، والدينه ضايجين من عنده وعاقين، هذا ما يشوف التوفيق.
لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى على عبد إلا برضا والديه، ورضا الله من رضا الوالدين، بر الوالدين. واحد. اثنين، لقمة الحلال، لقمة الحلال، هذه اثنين. ثلاثة، ترك الحرام، ترك الفعل المنكرات، المنكرات الفعل الحرام، ابتعاد عن الذنوب، ابتعاد عن المعاصي، هذه كلها أرضية للتوفيق الإلهي. ولا تقول لي سيدنا أكو ناس ما ملتزمين وهم موفقين. موفقين عشان عنده فلوس؟ ما معلوم هذا توفيق. عندنا روايات على أنه الفلوس هذه قد تكون بلاء للإنسان. إنما نملي لهم، الآية القرآنية، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هاي الفلوس وهاي الأمور كلها قد تكون فتن، يفتتن بها الإنسان، يمتحن بها الإنسان، والإنسان الغير المنضبط راح يسقط، إذا سقط راح تزيد ذنوبه. والإنسان المتقي الفلوس والمناصب ما تسقطه، يعني إنسان متقي يستخدمها بالطريقة الصح. فشنو اللي أقوله؟ أقول أن التوفيق الإلهي مو بالفلوس والشهرة والكذا. التوفيق الإلهي بمن؟ بأن تمشي على الطريق الصح، النزاهة والصدق والأمانة وعدم الظلم وعدم الانحراف. هذا إذا الإمام الجواد يقول المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله. هذا واحد. اثنين، وواعظ من نفسه. من أسباب نجاح الإنسان أن داخليا يكون عنده ضمير حي، ضمير حي. الضمير الحي شو يسوي له؟ يأنب الإنسان إذا أخطأ، يأنب الإنسان إذا ظلم. إذا أنا أزور لي وثيقة ضميري ما يقبل، إذا أنا أظلم لي واحد ضميري ما يخليني أنام بالليل. ضمير الحي، الواعظ الداخلي، الواعظ يعني الحالة النفسية اللي تخليك تندم على الغلط، تندم على الغلط. واعظ من نفسه، الإنسان لما يجرم والإنسان لما يظلم ينام مرتاح، فليعلم أنه قد قسى قلبه، ومن قسى قلبه فلا خير فيه. القاسية قلوبهم كما يعبر القرآن، هذول وضعهم تعبان، ماكو شارة، انتهى. فلين القلب وحياة القلب وبقاء الإنسان على الطريق الصح هو الواعظ الداخلي، الضمير الحي، هذا اثنين. وثلاثة، وقبول ممن ينصحه، قبول ممن ينصحه. احنا للأسف بعض الأحيان من يرشدونا ويفهمونا وعلى أي حال ينصحونا نتكبر على نصيحة الآخرين، الغرور ما أخذنا، ما عندنا تواضع، ما عندنا شعور بأن إحنا نحتاج أن واحد ينبهنا. فالاسترشاد بالآخرين جدا مهم، وقبول ممن ينصح. أنت لما يقول لك هذا الطريق غلط، خلص افتهم أن هذه نصيحة، والنصيحة لازم توقف عندها. فمن أسباب النجاح وعوامل نجاح الإنسان القبول، قبول نصيحة الآخرين، اللي الآن شو يسموها؟ أنه الاستشارة والسؤال والاستنصاح وطلب النصيحة، هذه الآن يسموها قبول الاستشارة أو الاسترشاد برأي الآخرين. الإمام الميموني عنده حكاية لطيفة، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، ومن استبد برأيه هلك. هاي كلمات مضيئة، الاستبداد بالرأي، إنه ما أقبلت شو تقول، ما أقبلت كذا، ليش؟ شوف الآخرين شو يقولون، قد الآخرين يشوفون بنظر بزاوية غير اللي تشوفها، نظرتهم قد تكون نظرة ثاقبة وأنت نظرتك سطحية.
فأيها الأحبة أيها الأصدقاء، عوامل نجاح الإنسان كما عبر عنه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في رواية قال هكذا: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، هذا واحد، وواعظ من نفسه، أي اثنين، وقبول ممن ينصحه. هذه العوامل الثلاثة أعتقدها من عوامل الأساسية لنجاح الإنسان في حياته. فلا تحاول أن تذهب يمنة ويسرة، حاول أن تكون مع الله أولا، وتحاسب نفسك دائما. هذا الواعظ النفسي، محاسبة اليومية، محاسبة كل ليلة، أنا إيش سويت، أنا إيش عملت، أنا إيش قدمت، أنا إيش أكلت، أنا شنو أصرفت. هذه تحيي الإنسان على أن يحاسب نفسه. وعلى حال الإمام ابن يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يوم القيامة، وزنوها وزنوها قبل أن توزنوا. الآن أنت أوزن نفسك، شنو أنت في أي كفة؟ أنت كفتك كفة ثقيلة لو كفة خفيفة؟ يوم القيامة راح أنت يخلوك في ميزان. الآن أنت أوزن أمرك الآن في الدنيا قبل الآخرة، وقبول النصيحة والاسترشاد برأي الآخرين، فإنها عوامل نجاح الإنسان إن شاء الله تعالى. نعم، إذا أكو اتصال تفضلوا. أم رقية تفضلي أختي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سيد عندي سؤال ومن زمان أريد أحصلك وما قادر أحصلك. تفضلي. أنا من كنت صغيرة طفلة، أمي منفصلة عن أبوي. بلي. وهسه حاليا عمري بالثلاثين سنة. نعم. وما شفت أمي، ما التقيت بها. بلي. حاولت ألتقي بها ما تريدني سيد، ما تحب تستقبلني، ومريت بظروف، وأنا والزوجة وعندي أطفال وظروف مريت بها، ومسافة مو بعيدة بيني وبينها، بس هي ما تستقبلني. يعني هم حرام علي، يعني خاف أموت جنة تحت أقدام الأمهات، يعني هذا السؤال حيل مأذيني. عندك اتصال بالوالدة تليفونيا؟ عندك اتصال؟ لا ما عندي اتصال، لأن هي ما تريد رقمي. نعم. وأنا حاولت، ما تريد رقمي. ما تريد رقمي. ما تريدني. بس ما أعرف شنو السبب. تقدرين تحصلين رقمها أنت؟ أنا حاولت أتصل بها ما حصلت رقمها، قالوا لي يعني ما. خير. سمعت يعني من الناس اللي هم أقربائها وأقربائي ما تنطينا رقمها. عزيزتي عزيزتي أم رقية، شكرا على اتصالك، وأنا إن شاء الله تعالى راح أبين. والله يبارك فيك، والله يوفقك على أنه تبري بوالديك بالمستطاع إن شاء الله. أنا أبين أمرها. شكرا. نعم نعم نعم. تطوني يعني أجاوب الأخت برقية بعدين إذا أكو شيء. متصل أم علي تفضلي. أم علي. نعم أم علي. أريد أخذ مليون من واحد يعني يبيع. الأخت أم علي، من بداية المسألة اذكريها لو سمحتي، شنو سؤالك؟ بداية المسألة أنا أريد المليون من شخص. نعم. شنو دين؟ دين هذا شنو؟ تردين دين؟ أي مثل الدين. مثل الدين يعني شنو؟ شنو يعني أريد أرجع له مليون وورقة. هذا مو دين. يعني دين تدينين من عنده وتاخذين من عنده مليون وترجعي له مليون وورقه فوقها. ورقه اي مليون فلوس ورجع له ورقه. بلي. يصير؟ شكرا ام علي على سؤالك، ان شاء الله راح ابينه، وانت التفتي الى الجواب بشكل دقيق، مشكوره يا اختي. نعم. راح اجاوب على الاخت ام رقيه واجاوب على الاخت ام علي حتى اذا اجى اتصال نتكلم. أم رقية تقول أنا عند الصغار والدي طلق والدتي، والدتي بعد ما شفتها، والآن عمرها 30 سنة لم ترى والدتها أصلا، والدتها أيضا ترفضها، ترسل أشخاص وعلى حال رسائل: أريد أشوفك ماما، أريد أزورك، أنا على حال خادمتك وأنا أحبك، بس هي الوالدة ترفض ما تريد. فتقول أنا شنو اللي علي؟ يا أم رقية ليس عليك شيء،
انت اللي عليك سويتيه. انت جاي تردين تشوف فيها، تردين تتصلين عليها، واذا تحصلين رقم تليفونها دزي لها رسائل، السلام عليكم ماما شلونك، هذا دزي لها رساله تقراها تقراها، ما تقراها ولا تقراها، تجاوبك تجاوبك، ما تجاوبك هي تتحمل. اما انت ليس عليك شيء ان كانت الام هي غير باره. بس واحد قد يستغرب، يعني الامهات لازم يكونوا بارات باولاد؟ بلي، كما ان الاولاد لابد ان يكونوا بارين بابائهم ووالديهم، كذلك الوالدين لابد ان يكونوا بارين باولادهم وبناتهم. البر من الطرفين، الاب اذا اساء التصرف هذا ليس بارا بولده، الام اذا اساءت التصرف هذا ليس بر بولدها وبنتها. فهي على حال دعيها، انت اللي عليك سويتي، وحاولي عسى الله سبحانه وتعالى ان يوفقها يوم الايام تلتقون على محبه. وليس عليك شيء، وليس عليك شيء شرعا. نعم سيد صادق تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مجورين ان شاء الله سيدنا. حياكم الله بارك الله بك. سيدنا انا اقضي صيام، مطلوب صيام، يصير اجزئي ولا صوم شهر كامل؟ مطلوب صيام شنو بابا؟ كم يوم؟ اقضي صيام اقدر اجزئه، مثلا اصوم يوم بين يوم ويوم، باسبوع يومين، هيك واكمل الشهر يعني السنه قصدي. يعني هل يمكن لي ان افصل بين الصيام؟ مو شي بين الصيام. يعني انا مطلوب صيام سنه شهر، يعني اقدر اصوم السنه هاي الشهر الا جره وحده وفرت اقدر. واضح سيد، واضح سيد صادق، واضح سيد صادق. ان شاء الله انا اجاوب على سؤالك، مشكور يا حبيبي. محمد تفضل. السلام عليكم، شلونك مولاي؟ وعليكم السلام مولانا، حياكم الله. الله يسلمك سيدنا، الله يحفظك مولاي. مولاي انا ادي 30 مليون دينار وارد اشغلهن، ويطلن عليهن 450 بالشهر، بس انا ما شغلت على الرجال، يعني حلال حرام، بس ارد اعرفه مولانا ورحمه الله على والدك. تشغيلها يعطيك 450 الف بالشهر بشكل مقطوع؟ إيه؟ بشكل مقطوع يعطيك محدد هالشكل لو على الحساب؟ انا لا مو محدد، لا يعني شلون؟ لا انا شطيني. نعم والله انا قلت شطيني كل شهر كيفك، ما شرطت عليه. ايش قد ما تنطيني؟ انا راح اتكلم بهالقضيه هذه، ارجوك ابو جاسم التفت يعني شلون الطريقه الشرعيه اللي هي على حال تقدر ان تخلي فلوسك ان شاء الله بالخير والبركه. الله يحفظك مولاي. الله يبارك فيك. الله يسلمك، يستر عليك، الله يسلمك. بارك الله فيكم. الاخت ام علي تقول انا اريد مليون دينار دين، بس اللي يعطيني اياها يقول انطيني انطي بلي انطيك مليون، ولكن تنطيني مليون ورقه، مليون ورقه يعني 100 دولار فوقها، هذا ربا. كل دين، اسمعوا اخواني، كل دين يجلب ربحا فهو ربا، والربا يعني الزياده، ربا يربو يعني زاده. فأنت لما تعطي مليون ما يجوز لك أن تأخذ درهم فوق المليون، درهم واحد ما يجوز. ليش؟ لأن ربا. وسيدنا الناس ما ينطون إذا ما تعطيهم شيء، ما ينطون الناس شيء. على أي حال الناس إذا يردون ينطون لازم ينطون قرضة حسنة، والقرضة الحسنة يعني قرض بلا فوائد، قرض بلا زيادة. وسيدنا أكو طريقة شرعية أنه أنا اخذ من واحد فلوس وبعدين اربحها؟ طريقه شرعيه ما اكو، الا انه اذا انطاني واحد على حب الله، على حب الله، يقول سيدنا هذه في سبيل الله، انا مليون دينار انطيك قرضه، انا من يمي بيني ما بين الله، لا مشترط علي ولا انا مطيح شايه، والا يوم اليوم اللي ارجعها اخلي عليه فتشي من عندي، أخلي عليه 100 200 كيف. هذه مستحبة. شوفوا إذا ما يشترط علي وأنا أنطي من يمي حتى أشجع على أن يقرض الناس، أشجع على أنه يعمل الصالحات، هذه طيبة. الله سبحانه وتعالى لما يقول إذا حييتم بتحية فردوها أو أحسن منها، هذا لما أنطاني قرضة أنا أردها بأحس أحسن منها، يعني أخلي له أنا من يمي أخلي له هدية فوقها، هذا ما في إشكال بدون شرط واشتراط. أما إذا اشترط علي أن أخلي عليه دولار واحد أو درهم واحد هذا لا يجوز. طريقة أخرى، طريقة أخرى، واحد يقول أنا أريد أعطي فلوسي بس أريد أربح عليها، زين بيعها،
بيع الفلوس. شلون؟ هي هاي المليون سويها دولار، سويها ريال، سويها ما أدري ليرة، سويها عملة وبيعها. هاي المليون سويها مثلا 7 أوراق 8 أوراق، هاي 8 أوراق بيعها بسعر أعلى، قل هذه الـ8 أوراق تسوى 1,000,000 دينار، أنا أبيع لك 8 أوراق بـ1,200,000، ماكو إشكال. بيع الورق بأزيد من سعر اليوم لا إشكال في ذلك. أم مصطفى تفضل. نعم تفضل يا أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيد. سيد عندي موضوع اسمي أبوني. صوتكم شوي علي صوتكم أم مصطفى، شوي صوتك علي. أبونا من كان قبول إحنا أكبر هذه الشغلات هاي من صارت هاي هذه السقوط وهاي أخذ الحاجات وهذه أخذ هو هسي عايشنا وحده بيته وأخذ من أجين يعني أخذ قليل وهاي هسا أنا أقول أن يعني إحنا هم يأثر علينا إحنا ما مرتاحين أنا وولدي ومشاكل يعني هم يأثر علينا هذا إحنا ما لنا علاقة وما ما رضينا واللي من عدة يعني أخذنا ردينا وردينا بس أخو أكو ظل شيء يعني هذا هم يأثر علينا. واضح السؤال. واضح مصطفى. وهذا السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني. الدبنية قسمتها ما أدري شنو يعني تجي ناس وصطير وهاي ما ترضى الصطير وهي كبرى صار عمرها 30 سنة ما أعرف شنو السبب يعني توصل وتجي يعني وبعدين تخرب. أريد السيد يدعي لها. بخدمتكم مصطفى بخدمتكم إن شاء الله تعالى أنا راح. شكرا خادم ربك رحمة الله والدي. الله يبارك فيكم حجي الله يسلمك. الأخ الصادق كان سؤاله هالشكل أنه أنا مطلوب صيام لمدة شهر أو شهرين، فهل يجب علي سؤاله هل يجب علي أن أقضي هذا الصوم يوم ورا يوم يعني ما يصير أنا شوية أفرق بين الأيام؟ علي شهر لازم أنا 30 يوم بالتوالي والتتابع أقضيهن؟ الجواب لا، الجواب لا. الإنسان اللي عليه الصيام شهر شهرين ثلاثة يقدر بالأسبوع ولو يومين يصوم ولو يوم واحد يعني يفرقهن إلى أن يخلصهن، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فالقضاء لا يشترط في القضاء أن أقضيها مثل ما فاتتني، فاتتني أيام متتالية القضاء يحتاج أن تكون أيام متتالية؟ الجواب كلا، يمكن أيام متفرقة، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. أم فاطمة تفضلي. نعم أم فاطمة. نعم أم فاطمة السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد عندك نعم. أنا واحد من ولدي يطبع خمس كل سنة يعني تنتجس وعدي واحد من إخواني من إخواني كلش حالته تعبانة حتى شغل ما يشتغل لا متعيد لا شيء مري تعبان بني مرات إحنا نطلب خمس ناس عندها راتب يعني هسه يصير طيبي هذا لأخوهم لابن الثاني العطار ما عنده راتب ما حد يعيني. حجية أم فاطمة صوتك مو واضح بس أنا افتهمت اللي هذا أنه ابنك واحد من عندهم يعطي خمس واحد من أولادك حالته ضعيفة. من إخواني حالته ضعيفة واحد من إخواني تعبانة حالته ما متزوج هو ما عنده راتب. سؤالك أنه يجوز أخوه ينطي خمس؟ هذا سؤال. يعني يصير الخمس نطيه يعني هو عاطل عن العمل ومريض وما عنده يعني حتى راتب ما عنده. واضح 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 شكرا. سيد حيدر تفضل. عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك. الله عزك. عندي سؤال وين رجعنا اليوم؟ تفضل سيدنا. الله يحفظك جزاك الله خير طالب. السؤال الأول أنا عندي مبلغ من المال أريد أشغله. شوية وضح صوتك شنو عندك إيش؟ مبلغ من المال. عندي مبلغ بدي. إيه أريد أشغلهم. بدي. ينطوني على 10 ملايين 225. بدي. فهاي المجموعة من الأموال يعني حلال حرام هو مقطوعة يعني قال لي هاي مقطوعة. كل شهر 225. هذا سؤالك الأول سيد حيدر اللي هو شبيه السؤال الأخ محمد.
راح أنا سمعته بالضبط. أي. راح أجاوبك جاوبك أنت ومحمد بجواب واحد. نعم سؤالك. الله يوفقك. سؤالك الثاني. السؤال الثاني. بل. سؤالي الثاني عندي أنا وأخوتي، إحنا أربع أخوة. بلي. بنينا بيت من كل واحد يشارك، وبنينا بيت الأم وأبويا. بلي. وقعدناهم بالبيت لحد الآن ما سجل باسم أحد. بلي. فهذا من ينباع بالنسبة للخوات إلهن ورثة، يعني ننطيهن ما ننطيهن، يصير ما يصير، حلال حرام. يعني البيت مال الإخوان هم اللي اشتركوا حتى يبنون يقعدون والديهم، فالآن البيت ما مسجل لا باسم الوالد ولا باسم الوالدة ولا باسمكم أنتو. بس ما مسجل لحد الآن. باسم منو البيت؟ باسم منو الآن؟ هو باسم الدولة يعني. باسم الدولة؟ أي باسم الدولة. هو يعني أخذناه شراء من البلدية. بني. وده نسدد أقساطه لحد الآن. من تكمل أقساطه يتداور باسم أحد. يعني تقول انه اخواتنا يشتركون في هذا البيت لو لا؟ يعني اذا سجلناه مثلا باسم الحجيه واحنا واضح. دافعين فلوسه واضح. يعني باشر بعد عمر طويل يحقنا مثلا بوريث او شيء. زين اسالك سؤال سيد حيدر، اسالك سؤال. نعم. انه انتم ملكتوا هذا البيت لوالديكم، ملكتوهم لو لا؟ بس قعدتوهم قلتوا بابا انتم قعدوا هنا حق السكنه، انتم بس تسكنون مو انه لكم هالشيء. نعم ما اعطيناهم اياه. صحيح. لم تملكوا لم تملكوا لم تملكوا والديكم لحد الان ما ملكيهم. جيد جيد جيد، مشكور يا سيد حيدر، مشكور. الاخ سيد محمد، الاخ محمد عنده سؤال يقول 30 مليون اريد اشغلهن، قالوا لي نعطيك بالشهر 450 الف. والاخ سيد حيدر قال عندي 10 ملايين أريد أشغلهن، قالوا نعطيك 225 ألف. والله هذا أحسن من ذاك، هذا 10 ملايين يعطي 225 يعني نص ال 450، ذاك 30 مليون على يحاسموه يمل هذا. بس عموما هل هذه المعاملة صحيحة أو لا؟ أرجوكم أخوان محمد وسيد حيدر وغيره اسمعوا، المضاربة عقد شرعي. شنو يعني المضاربة؟ يعني فلوس من عندي والشغل من غيري، فلوس من عندي والشغل من غيري. صاحب الفلوس لما يعطي الفلوس للشغل للعامل اللي يشتغل، العامل يعني الذي يضربه في الأرض اللي يشتغل بيها، أولا لازم يكون عمله حلال، ما يكون عمله في الحرام، لا سمح الله يروح مثلا يشتري بها أدوات قمار أو خمور أو كذا، ما يجوز، لابد يكون عمل حلال. هذا واحد. اثنين، النسبة الأرباح أقول له هالشكل، أنت شقد تطلع ربح من هالفلوس تعطيني نص الربح أو ثلث الربح حسب الاتفاق، تتفقون بالنسبة. يقول يا بهاي 30 مليون شقد تطلع ربح، أنت تعطيني نص، طلعت مليون تعطيني 500، طلعت 200 تعطيني 100، طلعت مثلا 400 تعطيني 200، وهكذا. واضح؟ ف الاتفاق بالربح يكون بالنسبة فيما بينكما. تقول سيدة ما يقدرون يضبطوها الجماعة، يعني ما يقدرون يضبطوها شقد جت تطلع الثلاثين مليون أو شقد تطلع العشر ملايين، ما جاي يضبطوها، فهي شلون؟ الجواب، الجواب أن تتفقون على سعر مو مقطوع، يعني على مقدار مو مقطوع. يعني شو يقول له؟ يقول أنت تعطيني 450 مو شكل، بس هذا على الحساب. يعني شو على الحساب؟ يعني أنا أخذ من عندك 450 بس آخر السنة من نقعد نتحاسب بينك ما بين الله، إذا إلي أنطيني وإذا إلك أرجع لك، على الحساب. هاي طريقة على الحساب، يعني هذه ليست أرباح مقطوعة وإنما أرباح مفتوح حسابها، حسابها مفتوح، آخر السنة نقعد نتحاسب. أحد الفقهاء خوش حكاية يحكي، يقول أنه اجعلوا على الحساب، بس لما تتحاسبون آخر السنة قول يا بي إذا إلك أنا وهبتك وإذا إلي أنا وهبتك، يعني يصير حسب تعبيرنا مصالحة. هذا ممكن، هذه ممكن، واضح حبيبي؟ بس مقطوع على الصير، على الحساب. جيد. أبو علي تفضل. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتي. الله يحفظك مولانا. سؤال. تفضلوا. مولانا، جيراننا عندهم نعجة
قبل ولادته ذبحوها. بني. واستخرجوا طفلها. بني. كاملا. هل يجوز ذبحه واكله؟ قبل ذبحها، قبل ذبحها اخرجوا الحمل؟ لا ذبحوها. بعد الذبح اخرجوا الحمل. نعم نعم يا مولانا. بعد الذبح يعني بعد ما ذبحوا نعم نعم. النعجة شافوا حامل بيها حسب تعبيرنا بيها نعم. يعني حمل صغير مولود زين. فهل يجوز أكله؟ نعم ذبحه وأكله مولانا. هل يجوز؟ طبعا ذبحه ما يحتاج ذبحه، هسه راح أقول لك ما يحتاج ذبحه، بس يجوز أكله لو لا راح أنا أبين. نعم. مشكور مشكور أبو نعم علي. مشكور أبو علي. أم عبد الرحمن تفضلي يا أم عبد الرحمن. ألو السلام عليكم. وعليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. شيخي أنا ابني مريض. بلي. أسألكم الدعاء بحق فاطمة الزهراء. ولدك مريض. إيه أسألك الدعاء، يعني أريد أنت تدعي لابني العبد الرحمن. شبيه أم عبد الرحمن شبيه ابنك؟ ابني عينه يعني شلون صار حادث وعينه تأذى بيها، فأسألكم الدعاء. إن شاء الله ما أنساكم. فالآن راح أدعي، الآن راح أدعي لك وأنت قولي آمين. أنت أم ودعاء الأم طبعا أقوى من دعائي أنا. دعاء الأم أقوى من دعائنا كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. أنت دائما ادعي له. نعم. وأنا راح أقول يا إلهي يا رحمن ويا رحيم، هذا عبدك وهو عبد الرحمن، عبدك أنت الرحيم أنت الرحمن يا رب. انظر إليه نظرة، نظرة لطوف، نظرة رحمة، عافه مما هو فيه، أبعد عنه الألم والأوجاع والسوء يا رب العالمين. إلهي اسمع واستجب. قولوا آمين يا جماعة. جزاكم الله خير، أشكركم. نعم أرجع إلى الأخت أم مصطفى. أم مصطفى تقول والدي في حياته يعني في أيام السلب والنهب والفرهود، أيام سقوط النظام الطاغية، تقول هذا السلب والنهب والدي قام يجيب للبيت من عنده، وإحنا متأذين يعني متأذين وما راضين، بس موجودة بحياتنا هذه الأموال اللي سلبها ونهبها، فشنو اللي نسوي سيد؟ أختي الكريمة هذه أموال غير مشروعة، أموال حرام، وسمحت السيد السيستاني لا يجيز ذلك، بس أنتوا حسب تعبيرنا شنو اللي عليكم؟ يعني شنو اللي تسويه؟ جاب مثلا حديد وخلاه مثلا بالبناء، جاب سبالت وخلاها أو المكيفات وخلاها، شنو اللي تقدرين عليه؟ أنت ضعيفة، أنت مستضعفة. نعم نبهي يا حجي ما يجوز، فكر بآخرتنا، فكر كذا، أما ليس عليكم شيء. وإذا أمكن لكم، إذا أمكن لكم وصار فرصة أنه تدفعون قيمتها، يعني قيمة هذا السبلت، قيمة هذا الشيء اللي جابه، قيمة هالحديدة، قيمة هذا الشيء المانع، أو قيمة هذا الشيس الطحين اللي جابه، هاي القيمة مالته تطوها إلى الفقراء نيابة عن السيد السيستاني، ما في إشكال إن شاء الله. يا رزاق تفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك سيدنا. سيدنا سؤال بلا زحمة. نعم تفضل. سيدنا احنا عندنا أرض ورثناها من جدي. نعم. وعنده أخت، وأخته ما منطيها على حياته، هو ما منطيها حصتها. بني. ووالدي أيضا ما نطاها على حياته، ما نطاها حصتها. فأخوه ابنها ادعى هسه بحصتها. شرعني حقنا يعني ابن عمتك الآن، ابن عمتي، ابن عمة أبوي، ابن عمة والدي هو كان موجود، ايه يعني لا دعا خالة يطالب ابن خالة بحصة والدته من أموال جدة، أموال والدة يعني. نعم سيدنا. فهل يحق له ذلك أو لا؟ نعم. جيد شكرا شكرا. أخت أم مصطفى جاوبناها، تقول عندي بنت يعني العمر جاي ينقضي وقسمتها ما تجي،
يا أم مصطفى، أنا أعطيك فرد طريقة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقها زوج صالح. شوفوا جميعا إخواني اللي استمعوني، الاستغفار، شنو قلت؟ الاستغفار موجب للرزق، والرزق رزق أعم من كونه أموال، رزق الزوج الصالح، رزق العافية، رزق الأولاد، رزق الحصاد، هذا كله رزق. فالاستغفار دائما قل لبنتك وانت استغفر الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. هذا واحد. اثنين انه حاولوا جهد امكانكم على انه تتوسلوا الى الله سبحانه وتعالى، ان يا رب افتح علينا ابواب رحمتك، يا ربي حصنا، يا ربي سلمنا. الدعاء انصافا حسب تعبير الرواية سلاح المؤمن، الإنسان يحصل على هذا الأمر. وقل لبنتك أولا الزواج رزق يقسم الله سبحانه وتعالى، وانت اطلب من الله الرزق الصالح إن شاء الله تعالى. إلهي بفاطمة عليك يا رب، بفاطمة عليك يا رب، بفاطمة عليك يا رب، ارزق هذه البنت الصالحة، ارزقها زوجا صالحا يستر عليها ويعينها وتعيش في سعادة معه يا رب العالمين. قولوا آمين. جزاكم الله خيرا. نعم، سؤال آخر من الأخت أم فاطمة، تقول سيد قاسم عندنا. سيد قاسم تفضل. سيد قاسم تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سيدنا الزحمة. نعم. أنت السؤال حمود الزهج. صوتك مو واضح سيدنا سيد قاسم. سيدنا حمود، عندي ذهب أريد أرهنه. عندي ذهب. إيه؟ هذا رحنا للصائغ. أريد أرهنه عند الصائغ. إيه؟ إيه. فيعتبر قيمته 1.5 مليون، 1.25 مليون. بلي. اي فدالي انطانا ورق مو عراقي. اي والورقه ياخذون عليها 5000 بالشهر. هذا شنو يعني؟ هذا شلون انت اعطيته فلوس حتى تاخذ منه قرضه حسنه؟ قرضه يعني امنت يم ذهب. امنت يم ذهب زياده، يعني ما يخالف امنت يم ذهب على اساس وثيقه. هذه يابا إذا ما أعطيتك فلوسك أنت بيع ذهباتي وأخذ فلوسك، هذه وثيقة، الذهب صحيح. وثيقة، ولكن نعم. هو أنطاك ورق، أنطاك ورق. ويأخذ على كل ورقة جديد 5000 دينار، فهذا يجوز أو لا؟ سؤالك واضح. نعم. سؤالك واضح. الله مشكور يا سيد قاسم. أم علي تفضلي. يا أم علي. نعم يا أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حجي، حياك الله. سيدنا سؤال. صوتكم شوية خلو يعني هذا صافر. سيد يعني احنا ابونا متوفي، احنا 3 اخوات وولد، وابونا متوفي ووالدتي على الحياة، والدتي عندها ارض زراعية، اطفنا بحياتها، قالت الاخو تنص وإلي نص وانت النص، احنا 3. فوالدتي فقدت الذاكرة، فالأخ هسه ما يبغى يعطينا حصتنا. قلنا له أمك كتبت وصية، وهي قالت يقول ولا كتبت وصية، أنا مش وصيتي كان ما أمشي، وما يبغى يعطينا من ورث أبونا. شنو حكم سيدنا؟ يعني أخوتكم مانعيكم من حقكم؟ أخوتكم هو بس أخ واحد وإحنا 3. بلي واضح. مشكورة يا أم علي، مشكورة. إخواني تقول بلي سيد حيدر يقول أنا وأخوتي 4 أخوة بنينا بيت إلى الوالد والوالدة أن نسكنهم. شوف كلمة نسكنهم، ما بنينا البيت إلهم، مو أن بنينا البيت بابا هاي إلكم، لا بس قعدوا بي وإلى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته. فبنوا بيت الإخوان 4، بنوا بيت جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، بنوا بيت لوالديهم، قال لهم هذا سكنوا بي مو لكم. فالآن يقول إذا توفى الوالد والوالدة
هذا البيت يرجع لنا احنا اللي بنيناه. خواتنا ايضا لهم حق. الجواب كلا. ليش؟ لانه انتم ما ملكتوا. اذا ملكي للوالد، اذا ملكتوا البيت للوالده، فاذا مات الوالد او الوالده يرثون الجميع انتم واخواتكم. بس انتم تقولون الى الان احنا ما ملكي، احنا ما ملكي الى الان البيت باسم الحكومه، وراح احنا نطلع سند له ونطلع الطابو له، ولكن الطابو يمكن نخليه باسم الوالد، بس احنا ما ملكين الوالد وانما باسمه فقط. هذا راح يسبب لكم مشكله. اذا خليته باسم الوالد راح القسام الشرعي، وبعدين يعني اخواتكم يطالبون من عندكم قانونيا، وان كان شرعا ما يجوز لهم. بس الافضل ان تخلوه باسم احدكم، او تخلوه مشاع باسمكم حتى يبقى ملككم الخاص، ولا يكون ضمن الارث اللي ينتقل الى الورثه. واضح اخواني؟ جيد. ابو علي يقول جيراننا عندهم نعجه ذبحوها، بعدين تبين انها حامل، يعني بيها حسب تعبيرنا العراقيين يسموه قوزي، بي حمل صغير في رحم هاي النعجه. يقول لما ذبحوا النعجه طلعوا هذا حسب تعبيرنا الحمل مالتها ايضا ميت، ايضا ميت. اذا ميت فتذكيه الام تذكيه لولدها، يعني لما الام ذكيتوها تذكيه شرعيه، ذبحتوها ذبح شرعي، فجنينها ايضا يكون مذبوح شرعا، تقدرون تاكلوها. ما يحتاجون شنو؟ ما تحتاجون ان تذبحوه لان هو ميت. ولكن موته، موت هذا الحمل في داخل رحم امه بسبب ذبح امه، فهو مذبوح ايضا شرعا. فالقاعده هيك تقول ان تذكيه الحمل بتذكيه ماذا؟ تذكيه امه، او تذكيه الام تذكيه لولدها. واضح ما دام الحمل. اما اذا كان الحمل لا طلع الحمل حي، ما ادري ساذا يصير لو لا ما اعرف، إذا طلع حي لا، الحي يحتاج إلى تذكية، أما إذا كان ميت فيجوز لكم أن تأكلونه. أم عبد الرحمن طلبت دعاء ودعونا لولدها إن شاء الله تعالى معافى ومشافى. رزاق يقول عندنا أرض ورثناها من جدنا وعمة والدي، عمة والدي يقول أنه ما أنطاها جدي حقها وما طالبت بحقها وراحت إلى دار حقها، ووالديهم راح. يقول الآن ابن عمة والدي جاي يطالب حق أمه، الجواب هل يجوز، عفوا السؤال هل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم. الحق لا يسقط بمرور الزمن، الحق لا يسقط حتى لو فات على الحق مئات السنين، الحق حق. إلا اللهم، إلا اللهم إذا عمت والدك كانت متنازعة عن حقها، قالت أنا ما أريد، إذا قالت أنا ما أريد أكو دليل على أنه قالت أنا ما أريد، ما لحق ابنها يطالب. أما إذا لا ما قالت ما أريد، ماكو دليل على أن قالت ما أريد، إنما الجد ما أنطاها، الأخوة هم مستولين، هنا لازم تنطون حق أمه. واضح؟ جيد. سيد قاسم ممطي ذهب إلى الصايغ، قال له يا أبا أريد من عندك 1.5 مليون دين، قال جيب لي ذهب خليه يمي كوثيقة، يسموه رهن، كوثيقة خلوه يمي، إذا جبت الفلوس نعطيك ذهباتك، ما جبت الفلوس إحنا نبيع الذهب وناخذها، هذه يسموه وثيقة دين. زين، يقول المشكلة الصايغ إيش قايل؟ أنا أنطيك ورق على كل ورقة آخذ 5000، هذا ربا، هذا ربا ما يجوز. أنت جاي تعطي دين، وهذا الدين قرضة حسنة لو قرضة ربوية، قرضة ربوية يعني تعطي شيء وتاخذ فوقه اكثر، هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك. ام علي تقول والدنا متوفي وصى انه الارض على اي حال تتوزع، ولكن اخونا يعني اخوها مستولي على الارض هذه، مستولي وما يرضى يعطي حق خواته، فهل يجوز ذلك؟ الجواب كلا لا يجوز، وهو مال حرام، يجب ان يعطي للورثة حقهم سواء كانوا إناث أو كانوا ذكور، والأرض على حال ملك الورثة، ومن استولى على مال الورثة بدون إذنهم فهو أكل مالا محرما،
والقرآن الكريم يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل مال بالباطل ما يجوز. ولا يحل، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وإنت إذا ما مرضيهم طيب النفس يعني الرضا، إذا ما راضين فهو أكل مال سحت وحرام، يوم القيامة ستساءل أمام الله سبحانه وتعالى. يظهر وقتنا انتهى أيها الأحبة والأصدقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتفقه في الدين، لمعرفة شريعة سيد المرسلين، ويعجل في فرج إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم والديكم ووالدينا، يرحم شهدائنا العظام شهدائنا الكرام، ويعافي جرحاهم. ولا تنسوني أيها الأحبة من الدعاء لي ولوالدي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.